مشاهدينا الكرام، خطير جدا تم العثور هذا الصباح على مأكولات فاسدة والأكل فيه الدود من طرف الشرطة الإدارية ومن طرف السلطات المحلية بأحد أو بإحدى المحلبات بمدينة الدار البيضاء بسيدي عثمان. تنبغي نشكر المجهودات الكبيرة والجبارة اللي كيقوموا بها لا الشرطة الإدارية ولا المسؤولين ولا السلطات الأمنية اللي كتخدم بضمير وبنزاهة. الناس اللي الهم ديالهم الوحيد هو صحة المواطن المغربي، حيت ما يمكنش أنك تدير واحد الكونترول أو تلقى مواد فاسدة ويدور معاك مول السناك ولا مول الغيستورون ولا هذا وتحضر راسك وتمشي. هذه فيها خيانة الأمانة وفيها قسم اللي كتأديه وفيها ضمير ديالك أنه ما يكون صافي وما يكونش نقي. إذا تحية لهاد الناس كيخدموا بضمير وبنزاهة. صراحة حنا اليوم ما تنتكلموش على هاد المحلبة فقط ديال اللي في سيدي عثمان، ولكن كنتكلموا على العديد من المطاعم وعلى العديد من السناكات وعلى العديد من المحلبات اللي للأسف الشديد كتخدم بدون ضمير والهم ديالها هو فقط الربح المادي. شنو فيها الا نظفت؟ شنو فيها الا جبت واحد المواد؟ نجيب اخويا انس العنقيه وغاليه ونبيعها بثمن باش ما بغيت. ديك الساعه اللي بغى يشتري من عندي يجي يشتري من عندي. كاين ديسيغ اللي ناقص في الثمن، ولكن ما نجيبش ديسيغ خامج او 70 كيلو ديال المشماش والبعويد وما عرف شنو والكروفيت والكاشير. سعيد خوتي خضري لي باش كانوا خضري لي باش كنسدو خد كابتشوس فشكر جزيل للسلطات المحلية، للقائدة المنطقة، للشرطة الإدارية، الناس اللي تتخدم بضمير وبنزاهة من أجل محاربة الفساد. يعني أنا شفت حتى السكينة فرحانين مرتاحين لهذا الإغلاق هذا، لأنه الناس كانت كتشوف بعينها تتعرف شنو كاين. عرفتي وكتجي عند دابا الملحمة تقول لي دير لي واحد الساندويتش كثر لي فيه كثر لي فيه العصير وكثر لي فيه كثر لي فيه كاشير وكثر لي فيه لاصوص كثر لاصوص صحاب كثر لاصوص. ها ما سمعوا اصحاب خان زبنين شوش كتاكل داك بوزروق قال لي الاخ مصطفى قال لي عجبك هذا بوزروق؟ قال لي لا راه ما خاصهاش ما تلحقوش ليا. قال لي كل وحده منا كل هذيك الساعه رد ديك الساعه رد لك خاب اوه على ريحه شتي على ريحه شتي لي ما يمكنش تشد الريحه هادشي دابا مع اللي كيجيو دايخين جاني داكشي كيف ما كيخصوش ما تشدش ليا كيبغي يغوط ضريني مصارني ضريني الله يستر 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 الله شكرا كبوا عليه داك الكريزي اللي تحيد منه قبيله درنا عمليه الاتلاف البارح درنا جافيل درنا وهذا ما عرفتش منين جبد هذا الشيء حنا البارح هذا منين جبد الله اعلم عنده الدوبل ولا عنده السوق ولا داك الشيء حتى هو يمشي درنا جافيل درنا كاع داك الشيء ديال الاتلاف درنا البارح مزيان انا ديك انا داك الشيء كلشي الشهد هذا اللي كيقولوا دير لي واحد الحرشه فاكريه والعسل العسل الحر العسل اللي كتاكل
شي ما كتزنقه ديال الحرمه اللي كاين هاني كتخليو كتخليو والديكم طيبين مواكم طيبين الماكله زوينه حتى قبل ما كتزنقه تخلي الوالده دايره مريقه نقيه وزوينه لا بغيت ناكل بوكاديوس شو بوكاديوس ماشي مشكل نديو دابا مايمكنش نرجعو تبقى اذا مشاهدينا الكرام شوفوا الاكل الفاسد هذا بعض من الاكل الفاسد اللي تم العثور عليه باحدى المحلبات بمدينه الدار البيضاء بسيدي عثمان وكيف ما قلت لكم راه لقاو العديد من الماكولات الفاسده منها تقريبا شي 70 كيلو ديال المشماش التفاح البعويد الخوفات كاشير واحد الكميات اللي هي كثيره هذو لي كخاب بزاف ديال الاكلات اللي هي فاسده ومدوده مدوده لقاو الدود شوفوا الناس شنو كتاكل يعني الناس اللي عزيز عليهم ماكله الزنقه راه هذا الشيء راه كيدير هذا الشيء راه كيدير هذا الشيء راه كيدير عجور ثومات المعده الشيء راه كيدير عجور ثومات المعده ماكله الزنقه راه كلها لارو واحد ياكل غير ميكله غير مطيشه والبسله وكلها في دارك احسن من هذه الحاله هذه دير عليها هذا العسل اللي تاع سير هي هذا 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 يا سي يا عندك فاسدة يا تقالي السادة لا مازال مازال خوي خطرة خطرة إذا مشاهدينا الكرام من قلب سيدي عثمان تم العثور على أطعمة فاسدة بإحدى المحلبات اللي كتبيع فطور بلدي عصير شاورما تاكوس بيتزا رايب بلدي حنا تنتمنوا من الناس انها تفهم خويا الله يرحم باك شوفوا الماكلة شوفوا الماكلة شوفوا الماكلة اللي كتاكلوا ماكلة الزنقة شوف عندك جافيل عندك جافيل شوفوا ماكلة الزنقة اللي كتاكلوا شوف شوفوا ماكلة الزنقة لي كخاب لي زويتخ اللي كتبغيو لي زويتخ صافي